تأزم الوضع الاقتصادي في محافظة أبيان ناتج عن غياب دور الرقابة الحكومية ومتابعتها للأسواق. هكذا يرى بعض المواطنين هنا، حيث شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى انتشار الأسواق المستحدثة لبيع المشتقات النفطية ومحلات الصرافة غير المرخصة. في أبيان وفي كل المحافظات غلاء الأسعار نتيجة لارتفاع العملة الأجنبية، ونتيجة أن التجار يتلاعبوا بالأسعار ولا توجد أي رقابة من التجارة ومكتب التجارة والصناعة. جملة من العوامل ساعدت في تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي شكل أزمة حقيقية أوصلت البلد إلى أسوأ أزمة اقتصادية. لا يوجد هناك أي ضبط للأسعار، هذا يبيع الكيس الدقيق ب 12 وتمشي غليل جنبه واحد يبيعه ب 12 و5 وبعدها 13 وذا 13 ما فيش من قبل الدولة الرقابة. وبين تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تجد نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود صعوبة في توفير ما يحتاجونه من مواد غذائية، خصوصا في ظل تجاوز قيمة بعض السلع الدخل الشهري للموظفين. راتبي أنا راتبي الشخصي أنا 25,000 متقاعد، تمام 25,000 حقي بالله، معي 8 أطفال في البيت، هل هي في كساء، هل هي في دواء، هل هي في راشن، هل هي في إيش؟ وكثير من المتقاعدين صراحة مظلومين جدا بالرواتب. يمثل غياب الدولة وأجهزة السلطة في تفعيل دورها الرقابي على الأسواق وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات رادعة أحد أهم المشاكل، ولذا يجد المتلاعبون مناخاً ملائماً للعبث بعيداً عن وضع سقف محدد للأسعار، وهو ما ضاعف من تردي الوضع الاقتصادي، منذراً بدخول البلد في منعطفات اقتصادية تزيد من تردي الحالة المعيشية وتضاعف من حجم معاناة الناس الذين لا يتجاوز دخلهم ما يساوي 200 دولار. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.